بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم إن شاء الله هتكون تكملة لما بدأناه سويا في الحلقة السابقة، وهي خشونة الركبة، وهذا هو الجزء الثاني من خشونة الركبة. قبل ما نبدأ فعاليات الحلقة، أولا كل عام وحضراتكم بألف ألف خير بقرب حلول شهر رمضان المبارك. أسأله سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يسر لنا الأحوال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في حبه تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظل عرشه الكريم. طبعا احنا اتفقنا في الحلقة الماضية أن هناك مسابقة على اسم البرنامج في رمضان إن شاء الله. عايزكم تشدوا حيلكم شوية، في ناس أصابت وناس كتير قوي أخطأت، وناس بيحاولوا أن احنا نغششهم، رغم أن أنا غششتكم والله، يعني البوست نفسه في اسم البرنامج. فشدوا حيلكم شويه، لان يعني الجوائز مستنياكم، وان شاء الله تكون من نصيب ثلاث فائزين، ونحاول كده يعني نكثف شويه، وقريبا جدا ان شاء الله هنعلن عن اسم البرنامج وعن الفائزين. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كلكم تفوزوا، ولكن وللاسف يعني ثلاث فائزين فقط، وهنتم الاختيار ما بين اجابوا اجابات صحيحه، هيتم الاختيار منهم ثلاث فائزين، ويكون من نصيبهم ثلاث جوائز: وجه القمر الذهبي للبشره ومشاكل البشره، وجيت فري للقولون ومشاكل القولون العصبي والانتفاخات والغازات، وايضا للكبد الدهني، وسوبر سمارت لعلاج النحافه ونقص النمو وبناء العضلات وكمال الاجسام. سعيد جدا بتفاعلكم الجميل، ما حرمنا الله منكم وجزاكم الله خيرا. فعاليات حلقة اليوم وخشونة الركبة الجزء الثاني. وبرضه هنوه كما نوهت في الحلقة السابقة، أنا مش متخصص في العظام والكسور، ولكن بتحدث عن هذا الموضوع من منظور الطب البديل، وبتحدث عنه من آليات الطب البديل، كيف نتعامل مع خشونة الركبة. وزي ما قلت لحضرتك، احنا في الطب البشري بندرس، درسنا العظام، وفي سنة الامتياز اخذنا دورة العظام والعمليات والكسور والكلام ده كله. ولكن معانا في حق حضرتك، احنا بعد ما نخلص الطب البشري بنتخصص في فرع معين، ومنهم فرع العظام والكسور وجراحة العظام، ولكن انا بتحدث في هذا الموضوع من منظور الطب البديل. وشفنا في الحلقة السابقة ايه هو مفصل الركبة، وشرحناه مع بعض بالراحة جدا وببساطة قوي كده بالبلدي بتاعنا زي ما بنقول، وشفنا ازاي بتحدث خشونة الركبة، وإيه اللي بيحدث في هذا المفصل الغلباني المسكين اللي بيتحمل مننا كتير جدا جدا جدا، وشفنا إزاي بيحدث تآكل الوسادة المرنة الناعمة اللي موجودة سبحان الله في خلق الإنسان علشان تحمي العظمتين من عدم الالتقاء وعدم الاحتكاك، وإيه اللي بيحدث الضعف ثم التشقق ثم التآكل، وتبتدي العظام تبقى عارية، ويبتدي الاحتكاك اللي موجود، ويحدث الالتهاب في الغشاء الصينوفي. أنا بفكر حضراتكم سريعا باللي بيحدث في خشونة الركبة والتهاب الغشاء الصينوفي والألم اللي بيحدث، وبدأنا دخلنا مع بعض في أعراض خشونة الركبة، وتحدثنا عن الألم اللي بيكون موجود في خشونة الركبة، وقلنا خمس مصادر للألم في هذه المشكلة الطبية. قلنا التهاب الغشاء الصينوفي أو الغشاء الزلالي، وقلنا أيضا وجود قطع بالغضروف الهلالي قد يسبب ألم، وأيضا احتكاك العظام ببعضها، النتوءات العظمية أو وجود زوائد عظمية أيضا يسبب ألم، وكذلك يمكن يكون موجود ألم خلف الركبة نتيجة تكون كيس زلالي اللي هو كيس بيكر أو بيكر سيست. كيس زلالي يتكون خلف الركبة يسبب أيضا ألم. وتحدثنا أن الألم الناتج عن خشونة الركبة ممكن يكون من أحد الأسباب الخمسة، أو الخمسة مع بعض، أو اثنين مع بعض، أو ثلاثة مع بعض، حسب درجة حالة الخشونة اللي بيكون عليها المريض. ايضا تحدثنا عن تاني حاجة في الاعراض خشونة الركبة، وهي قلة الحركة او عدم الحركة الكاملة، وقلنا مع بعض ان ده بيتدرج من درجة ان انا اقلل مجهودي، درجة ان انا اقلل صعود السلم، اقلل الوقوف، اقلل المشي، الى
يتدرج شوية شوية لغاية ما نوصل للأسف إلى عدم الحركة تماما وعدم القدرة على الحركة نتيجة الألم الموجود ونتيجة تآكل الغضروف اللي بيبقى كامل تقريبا في هذه المرحلة من مراحل خشونة الركبتين. قلنا العرض الثاني وهو تيبس، أو الثالث هو تيبس الركبتين أو تيبس المفصل. تيبس المفصل إن إحنا ما بنقدرش نفرد المفصل، ما نقدرش نفرد الركبتين للآخر، ما نقدرش نتني الركبتين إلى النهاية. بيبتدي هذا الليميتيشن في الموفمنت أو التحديد الحركة ديت أو حركة المفصل نفسه يؤدي إلى التيبس، وبنحس بيه قوي قوي في بداية اليوم أول ما تصحى من النوم أو بعد مشوار طويل أو بعد وقوف لفترة طويلة. طب يا ترى دول الثلاث أعراض اللي إحنا تناولناهم مع بعض، هل هناك أعراض أخرى؟ طبعا هناك أعراض أخرى، وخلوني أتحدث معاكم عن تورم المفصل. من أعراض خشونة الركبة تورم المفصل. المفصل يبقى وارم، هيبتدي المفصل ده يورم. طب يا ترى ورم المفصل ده جاي منين؟ غالبا من التهاب الغشاء الصينوفي اللي هو الغشاء المبطن للمفصل. هذا الالتهاب هيحدث فيه زيادة سمك، هيبتدي ان هو سمكه يزيد نتيجة الالتهاب. هذه زيادة السمك مع ترشح للماء نتيجة الالتهاب اللي هو بنسميها مية على الركبة هيبديني تورم الركبة او تورم المفصل. ده سبب تورم المفصل. هيحدث تهيج للركبة في المكان ده، يبقى ألم شديد جدا جدا جدا، وهنحس شعور بسخونة في المفصل. يقول لك المفصل ده مولع نار، أصل لازم العفو والعافية للجميع. المفصل ده أنا مش طايقه، مولع نار، يعني نار جوه المفصل. ده نتيجة الالتهاب اللي موجود اللي بحكي لحضراتكم عنه، وشعور بسخونية واحمرار للجلد نفسه، ممكن تغير اللون. يعني الاحمرار ده ممكن يديني بعد كده غامق نتيجة الالتهاب الزائد جدا، يبتدي يتغير اللون من الأحمر إلى الداكن إلى الأسود. فتبتدي لا ده انت كده احنا يعني أهملنا الموضوع قوي، وابتدى المشكلة فعلا تبقى عويصة. وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقة السابقة، المية اللي على الركبة جاية من خشونة الركبة، مش من المية هي اللي عملت خشونة، لا ده الخشونة هي اللي عملت مية وأدت إلى هذا التورم اللي بيكون موجود، وهذا التغير في مفصل الشكل الجلد اللي موجود والسخونية اللي بنحس بيها بصورة جامدة جدا. هل هناك أعراض أخرى لخشونة الركبتين؟ تقوس المفصل. طب إزاي بقى؟ ايه اللي هيحدث في تقوس المفصل ده، في تقوس الساقين عذرا، نتيجه تاكل الغضروف اللي موجود في خشونه الركبتين؟ يعني يقول لك انا طول عمري رجلي سليمه كويسه، فجاه انا لقيت ايه، في تقوس في العظام. هذا التقوس نتج عن تاكل الغضروف في ناحيه اكثر من الاخرى، وغالبا بتكون الناحيه الداخليه. يعني لو كده المفصل بتاعي ده الناحيه الداخليه، المفصل الثاني كده ده الناحيه الداخليه ودي الناحيه الخارجيه. تاكل المفصل، تآكل الغضروف في الناحية الداخلية بيكون أكتر منه من الناحية الخارجية، وللأسف يبتدي الجسم يميل أكتر على الناحية اللي حدث فيها تآكل أكتر، فيبتدي يحدث التقوس اللي موجود ده أو اللي احنا بنشاهده، وممكن المريض يشاهده بنفسه. طبعا الطبيب بيشاهده مباشرة مع الكشف بتاعنا، بنبقى شايفينه تماما، بيبقى واضح، قد يكون غير واضح للمريض، ولكن بيكون واضح جدا جدا للطبيب مع الفحص الكلينيكي بتاعنا. أقدر أشوف إن فعلا ابتدى يحدث تقوس للعظام. في ناس بتبقى مولودة بتقوس، دي حاجة تانية. في ناس ماشي عايشة طول عمرها بتقوس وده مش صح، دي حاجة تالتة. أما تقوس الناتج عن خشونة الركبتين نتيجة تآكل الغضروف في ناحية عن الأخرى، والجسم يبتدي يحمل يعني أكتر في الناحية اللي تآكلت، فيبتدي يزداد الأمر سوء. هل ده بس فقط هو سبب التقوس؟ لا، ترهل واستطالة الأربطة الخارجية للركبة. مفصل الركبة عامل زي إيدي كده، في أربطة خارجية مسك العظم من هنا ومن هنا، مسك المفاصل المفصل ده من هنا ومن هنا، هيحدث ليها استطالة ويحدث ليها ترهل نتيجة الخشونة اللي حدثت. هذه الاستطالة وهذا الترهل هيؤدي أيضا إلى تقوس العظام، وزي ما بقول لحضرتك اللي بيبقى واضح جدا جدا بالنسبة للطبيب قد يكون غير واضح للمريض، ولكن إحنا بنشوفه بيبقى واضح جدا جدا بالنسبة للمريض خشونة الركبتين. إحنا الحلقة اللي فاتت شفنا حالتين معانا،
وبعتها تاني للمرة الألف مع حضراتكم، وده حقكم عندي صراحة. أنا ما بعملش دعاية للعيادة، ما بعملش دعاية للشخص اللي قدام حضرتك دوت، أنا بتحدث من الناحية الطبية. لما بجيب مداخلة طبية أو مداخلة مرضية من مريض، بحب إن أنا أقنع حضرتك إن شكوى المريض بتكون هي شكوى حضرتك، وبحب أخلي حضرتك تعيش التجربة مع هذا المريض. يا ترى عمل إيه وخلى إيه وسوى إيه؟ طيب ما هو ده يعتبر إعلان لحضرتك. أتحدى من 13 أو 14 سنة أنا موجود على الشاشة، حد يجيب لي أنا مرة كتبت عنواني أو تليفوني. الحمد لله رب العالمين ما حصلتش أبدا. أنا لا بعمل إعلان عن عيادتي، ولا بعمل إعلان عن نفسي، ولا بعمل إعلان عن مكاني. أنا كل تواجدي معاكم للثقافة الطبية، وعلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أتمنى من الله أن يقبلها مني وأن يجعلها كذلك، ويجعلها خالصة من النفاق والرياء. إحنا بنحاول ندي ثقافة طبية، ولو بستشهد ببعض المداخلات الطبية لمريض معين علشان حضرتك تشوف الشكوى بتاعتك على لسانه، تشوف التجربة اللي هو مر بيها، وبالتالي تقدر أن أنت تدخل هذا المجال على يد أي حد من المتخصصين في هذا المجال الطبي المحترم. ولكن لابد أن يكون طبيب، ولابد أن يكون متخصص في هذا المجال. خليني أسمع مداخلة كده مع حضراتكم من حلقة سابقة، ونشوف الأعراض اللي أنا بحكيها ديت موجودة عند الحالة دي، ولو موجودة عند الحالة دي ترى احنا عملنا معاها إيه من الناحية الطبية. وتفضلا من حضراتكم كما أطلب منكم دائما أن نشاهدها بالعقل وليس بالعينين والأذنين. نعود تاني، نرجع تاني مع بعض نحللها من الناحية الطبية. أم أحمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور أسامة، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في عمرك يا رب، وكل عام حضرتك بخير والقناة بخير، وإن شاء الله الدنيا كلها بخير يا رب. وأنت طيبة يا أم أحمد، وأنت طيبة يا أختي الفاضلة. الله يبارك في عمرك. أنا الحمد لله أنا عاملة حجامة عند حضرتك من شهر 8 اللي فات، عملت 8 و9 و10، وبعدين أخذنا راحة 3 شهور، وبعد كده عملت الحجامة التنشيطية، والحمد لله أنا كويسة. كنت عاملة على الفقرات العنقية والقطنية والركبتين، والحمد لله أنا كويسة جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. الحمد أنا لله. أنا بقى بس الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب دكتور أسامة. يعني النتيجة مرضية يا أم أحمد؟ لا الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لحضرتك انا ساكنه في الدور الخامس، ولازم اطلع وانزل وكده، والحمد لله الحمد لله بطلع وبنزل، والحمد لله الدنيا كويسه وبخير الحمد لله. لكن قبل الحجامه كان في مشكله في الطلوع والنزول طبعا. كان في مشكله في الطلوع والنزول والوقفه، وبصراحه برضو خفضت وزني الحمد لله برضو على ايد حضرتك، والحمد لله الامور مستقره بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد تمام لله. تمام الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب. انا الله يبارك في عمرك. انا بقى جايه تاني لحضرتك ان شاء الله بعد اسبوعين، انا حجزت عشان انا عندي مشكله في مفصل الايد اليمين. فانا بس عايزه اي مسكن، عشان انا مش بنام بالليل بصراحه، الالم بيصحيني، عايزه اي مسكن عشان على بال ما اجي لحضرتك. بس هو ده انا طالبه من حضرتك. انا واخده قرص زبيد وبدهنه، وما شاء الله ما شاء الله يعني الامور مستقره جدا جدا، بس لما اشيل حاجه بايدي اليمين يعني عشان هي الشغل البيت كله بيها، ممكن اصحى بالليل بسبب الالم. فعايزه بس اي مسكن، لان الحمد لله حضرتك بتكتب بالمسكنات اللي هي الامنه للمعده، انا عايزه بس اي مسكن على بال ما اجي لحضرتك ان شاء الله. حاضر يا ام احمد، حاضر. جزاك الله خيرا على المداخله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد، والمداخله الكريمه من السيده الفضيله ام احمد. ساكنه في الدور الخامس، تقدرش تطلع، وهي بتطلب منها ان هي تطلع وتنزل كتير جدا في حياتها اليومية. طبعا هي يعني كانت تشتكي من الفقرات العنقية والفقرات القطنية والركبتين. اسأل الله العفو والعافية للجميع. طبعا يعني حاجات كتيرة، بس بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نتعامل مع هذه المشاكل، سواء الفقرات القطنية اللي هو الانزلاق الغضروفي، او ضغط الفقرات، او زحزحة الفقرات، او ضيق القناة العصبية. قدرنا ان احنا نتعامل مع الفقرات العنقية اللي بتسبب ألم في الذراعين وتسبب ألم في الرقبة بصورة صعبة جدا. اما الركبتين فقدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا ننهي المشكلة تماما، وقدرنا فعلا ان هي تقدر تمارس حياتها اليومية عن طريق حاجتين، ودي بقى اللي برضو بعتها للمرة الألف مع حضراتكم، ولن أكل ولن أمل. الخطة الطبية العلاجية، The Medical Plan of Treatment لحضرتك. لازم هي بتقول عملنا حجامة وخسسنا، نزلنا الوزن. اتنين مهمين جدا جدا، نقطتين مهمين قوي في علاج الحجامة في الطب البديل، ومهم قوي قوي. وهنعرف ليه ان انا انزل الوزن، لان يعني تنزيل الوزن ده يعتبر اساس علاج في كثير من حالات خشونة الركبتين.
وقدرنا ان احنا في الحجامه ننهي هذه المشكله تماما وننزل الوزن بطريقه طبيعيه تماما الحمد لله رب العالمين. هي بتقول ان هاجي تاني علشان مفصل الايد اليمنى، ده حاجه تانيه اللي هي يعني نقدر نقول الام روماتيزميه او ريوماتيك بين في مفصل الايد اليمنى اللي هي بتستخدمها كتير جدا. فيعني بس انا عايز اسال حضراتكم سؤال مهم قوي، يعني كان بشكل من الفقرات العنقيه والقطنيه والركبتين، لو ما كناش جبنا نتيجة طيبة كانت السيدة الفاضلة تقول لي أنا هاجي تاني عشان نفصل الإيد؟ ما افتكرش. وبالتالي النتيجة الطبية اللي أنا بوصل ليها مع حضرتك بتكون بفضل التزام حضرتك بالخطة الطبية العلاجية دي أول حاجة. أنا درست وتعلمت وحفظت الحمد لله رب العالمين، هطبق على حضرتك لو لم تلتزم معي بما أطبقه واللي هي الخطة الطبية العلاجية مش هنوصل للنتيجة اللي إحنا عايزينها. السيدة الفاضلة كملت والحمد لله رب العالمين جابت نتيجة طيبة ومرضية، وبالتالي عايزة تيجي يعني الوضع تاني بقى خالص أو موضوع تاني خالص. أسأل الله العظيم العفو والعافية لها وللجميع من كل سوء ومن كل مرض. تحدثنا عن أعراض خشونة الركبة، نكمل مع بعض. هناك تحدث تشوهات، هذه التشوهات في المفصل، في المفصل بتكون بقى مختلفة الدرجات، بتكون مختلفة الدرجات، واحنا ذكرنا منها اللي هو تقوس الايه العظام. لا ممكن يبقى في تورم دائم، ممكن يكون في نتوء العظمي بقى شكله صعب جدا وبقى جامد جدا لدرجة ان انا اقدر اشوفه ويسبب لي تشوه في شكل المفصل نفسه. هذا التشوه هيتحدد حسب درجة الخشونة اللي موجودة، واحنا قلنا الخشونة درجات وان شاء الله نستعرضها مع بعض الدرجات المختلفة لخشونة الركبتين. قبل ما اكمل ممكن جدا واحد يسالني، طب دكتور احنا مالنا بقى ومال وجع الدماغ اللي انت وجع دماغنا بيه بقالك حلقتين ده، ما تقول لنا العلاج وخلاص وتقول لنا الحجامه وخلاص. لازم وزي قلت لحضرتك قبل كده يبقى في ثقافه طبيه عند حضرتك، لازم تبقى عارف يعني ايه خشونه الركبه ولازم تبقى عارف اعراضها، ولما تروح للدكتور هيقول لك عندك خشونه في الركبتين قول له اه ده انا عندي كذا وكذا، ممكن جدا يعني يتعجب من الثقافه الطبيه بتاعتك، ودي مهمه قوي. والثقافه الطبيه ديت اللي هي هتخلي حضرتك تضع قدمك على اول عذرا اول درجه من الطريق السليم للعلاج، ودي نقطه مهمه قوي قوي. فمعلش انا بصدعك شويه بس انا والله يعني شايل حاجات طبيه كتير جدا جدا ومبسط الامر قوي 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 علشان اوصله لحضرتك بدون ازعاج او بدون ملل من حضراتكم. يبقى شفنا التورم، شفنا الالم، شفنا التقوس، شفنا التيبس، وشفنا التشوهات. في بقى طقطقه الركبه، ودي بقى مشهوره جدا جدا، يعني واحد يقول لي ده انا ركبتي ديت بتطقطق يعني بصوره الجيران بيسمعوها. طقطقه الركبه يعني هي من علامات خشونه الركبتين ان كانت مصاحبه بالم، يعني في الم يبقى كده في خشونه الركبتين. معنى كلامي ان ليست كل طقطقه في الركبتين او في هذا المفصل تعني ان هناك خشونه، ليس معنى ان في صوت فرقعه او طقطقة في المفصل الركبتين يعني أن هناك خشونة، ولكن إن كان مصحوبا بألم فما فيش فصال أن كده في درجة من درجات الخشونة الموجودة. دي كده ببساطة جدا جدا الأعراض لخشونة الركبتين، وأنا حبيت أبسط لحضراتكم. وزي ما بقول يعني أنا مش عايز بقى أن احنا يبقى عندي عرض واحد فاستنى لما أسمع الأربع الخمس أعراض اللي قالهم الدكتور، ما ينفعش ده. انت لو عرض واحد من اللي انا قلتهم بسرعة نشوف المشكلة ونحلها. ليه؟ علشان ما نتدرجش من درجات خشونة الركبة، ودي نقطة مهمة جدا، ما نتدرجش في درجات او مراحل خشونة الركبة. ممكن جدا حضرتك يبقى عندك خشونة من الدرجة الاولى او التانية، لا سهل قوي ان شاء الله ان احنا نعالج ونوقف الامر عند حده، ودي نقطة مهمة جدا. ما استناش بقى لما اوصل للدرجة التالتة ثم الدرجة الرابعة ثم نضطر الى تغيير مفصل، وده يعني اجراء جراحي انا ما بحبوش. هو اجراء جراحي موجود ومحترم على عيننا وعلى راسنا ولا غبار عليه، ولكن تخيل انت يعني حجم العملية بيبقى كبير، تكلفة العملية كبيرة من العمليات الكبرى او العظمى اللي احنا بنقول عليها في الطب عندنا، ما هي السهلة. ويعني كتير من الحالات ممكن ترجع تشتكي تاني من ألام في الركبتين، يبقى احنا ما عملناش حاجة. لا تم تبعد نفسك عن النقطة دي أو المحطة دي، والحق نفسك في الدرجات الأولى من خشونة الركبة، ونقدر ان احنا فعلا بسهولة جدا جدا ان احنا نعالج النقطة ديت قبل ما نوصل للدرجة القاسية ديت. هل ممكن فعلا نوصل للدرجة القاسية ديت؟ طب خليني معلش استأذنكم ندخل نشوف مداخلة تانية ونسمعها مع بعض ونشوف يا ترى هل خشونة الركبتين
ممكن تتطور، ممكن انا الحقها ولا لا، ممكن انا اعالجها ولا لا عن طريق الطب البديل. تفضلا ايضا من حضراتكم نشاهد هذه المداخله بالعقل وليس بالعينين والاذنين، ونرجع تاني نحللها من الناحيه الطبيه مع بعض، ونشوف بعد كده اسباب خشونه الركبه وايه اللي بيحدث في يخلينا يحدث لنا خشونه الركبتين. نشاهد هذه المداخله ثم نعود سويا بمشيئه الله تعالى. خليني اخد الاخت ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. ازيك يا دكتور اسامه؟ اهلا بحضرتك يا ام محمد، اتفضلي. ازي حضرتك؟ ربنا يخليكي بخير والله يا فندم، اتفضلي من حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا وطي التلفزيون يا ام محمد، الله يبارك لك، وطي التلفزيون عشان اسمعك وتسمعيني. ماشي يا دكتور. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا ام محمد، اهلا بيك. كل عام وانت بخير. وانت بالف صحه وسلامه يا فندم، ربنا يحفظك. انا والله عايز احكي على تجربتي مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا سمعت في القناه مره على واحده كانت بتنام وبتعاني من قله النوم، وانا ليا فتره بعاني من الموضوع ده. تمام. اخدت المكالمه وحطيتها كده سبب، وانت دايما تقول اللهم اجعلنا سبب. ورحت لحضرتك. تمام. وكانت رجلي وجعاني وليا 5 سنين والله ما بعرف اسجد. 5 سنين ما بنسجدش. وخدت علاج، فجيت بقى لحضرتك من كتر الاتصالات والناس اللي بتشكر حضرتك وبتشكر على حضرتك، قلت اجرب. قلت اجرب. وجيت لحضرتك اول مره كان 20/2 او 21/2. تمام. وكشفت على حضرتك وعملت حجامه اوليه، والحجامه الاولانيه تعبتني شويه، قلت لي ده اكيد عشان تنشيط الدوره الدمويه، والثانيه هنلاقي نتيجه. تمام. ورحت ثاني مره عملت الجلسه وفعلا لقيت نتيجه. تمام. وكنت عند حضرتك امبارح من كتر برضه ما انا ربنا كرمني وجعلني نصيب في الشفاء على يد حضرتك، خدت اختي معايا. ربنا يجعلنا سبب يا رب. لها فتره بتعاني برضه. ربنا يشفيها ويعافيها ويجعلنا سبب يا رب. وعملنا الجلسه الثالثه والحمد لله، الحمد لله كفى بها نعمه ان انا الوقت بقدر اسجد وبقيت بترمز الارض. الله الله الله، دي الحاجه الواحده اللي انا مبسوطه بيها. ربنا يتقبل منا، ده تكفيني والله، يعني فخر في هذه المهنه. وانا بتكلم والله ربنا جعلني سبب يا رب انك حضرتك دعايه. ربنا يعزك ويعلي قدرك يا رب. انا بتكلم المكالمه دي ابتغاء مرضات وجه الله. ونعم بالله. انت مش محتاج دعايه، ده انا جيت على الدعايه وكثر الاتصالات اللي بتروح لحضرتك. ربنا يا رب يجعلها كذلك ويتقبلها منك. انا جيت لعل حد يسمع مكالمتي يروح برضه ويكون الشفاء على ايد حضرتك. اللهم امين يا رب، اللهم امين. وانت غني عن الشهره وغني عن التعريف. ربنا يعزك ويعلي قدرك يا اختي الفاضله، ربنا يحفظك. يعني الحمد لله رب العالمين يا رب. بعد 5 سنين قدرنا نسجد من الام العظام. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وهكمل مع حضرتك كده برضه لغايه ما اقدر اسجد 100%. اللهم امين يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. اسال الله العظيم ان يتم شفاءه عليك ويتم نعمته عليك وعلى المسلمين اجمعين يا رب. احنا وانت يا رب. اشكرك يا اختي الفاضله، جزاك الله خير. تستوصف المرضى بتوعك خيرا كمان وكمان يا رب. هم بيقول لك من اخر الدنيا. ربنا يجعلني كذلك ويجعلني عند حسن الظن يا رب. يا رب يا رب. والله يا دكتور مش عارفه اقول حاجه، ربنا يديك على قد نيتك. اللهم امين يا رب، اللهم امين. جزاك الله خيرا يا اخت محمد، واسال الله العظيم ان يتم نعمته عليك وعلى المسلمين اجمعين. اهلا بحضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد، وهذه المداخله الكريمه من السيده الفاضله ام محمد. 5 سنين مش قادره تسجد من رجليها. متخيلين الالم ممكن يوصل لدرجه ايه؟ يعني بقى لها 5 سنين مش قادره تسجد من الركبتين. درجة الخشونة يعني ابتدت ان هي تتقدم تزيد لدرجة ان هي اصبحت ما بتقدرش ان هي تسجد، وابتدت ان احنا نعمل حجامة. عملت الحجامة الاولى، وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقة السابقة هقولها تاني النهاردة، حست ان الالم زاد. ولما بتسألني قلت لها ده طبيعي، وبقولها لحضراتكم ايضا ده طبيعي. كتير من الحالات، ليس مش كل الحالات، كتير من الحالات يحدث ان فعلا يحس الالم زاد في بعد الحجامه الاولى. ايه ده، في حاجه غلط، ده الدكتور غلط، ده الدكتور عمل لي حاجه غلط، ده انا المشكله زادت. لا، كل النقطه الطبيه اللي حدثت ان احنا قلتها برضو الحلقه الماضيه عذرا في اللفظ، بنشيل الزباله اللي موجوده نتيجه الالتهابات حول هذا المفصل. الاكسيديت والانفلاماتوري ميدياتورز اللي موجوده في هذا المفصل او في هذا المكان نتيجه الالتهاب المتكرر ونتيجه الاحتكاك المتكرر ونتيجه التاكل اللي ابتدى يزيد عن حده، نبتدي ان احنا نشيل الحاجات ديت. يبتدي الدوره الدمويه تزيد في هذا المكان، يبتدي احساس العصب يزيد. العصب اللي كان ابتدى يعني عذرا في الكلمه يموت،
يعني من شده الالتهاب ابتدى الاحساس بتاعه يقل، ابتدى ان احنا نشيل الكلام ده وننشط الدوره الدمويه، هيبتدي الاحساس بتاع العصب يزيد، تبتدي حضرتك تحس بالالم زياده. هو الالم ما زادش ولكن هو العصب اللي اتصلح، فانت ابتديت تحس بيه زياده. تلف الحجامة التانية هتحس بتحسن، والحمد لله رب العالمين زي ما سمعناها مع بعض تاني مرة فعلا بتقولي لقيت نتيجة طيبة والحمد لله رب العالمين. خلصنا من مشكلة كانت 5 سنين ما بتقدرش السيدة الفاضلة تسجد من ألام الركبتين. لمحت لحاجة تانية أو كانت جاية لسبب تاني، يعني وهو عدم النوم أو الأرق أو القلق، الأمراض النفسية، وقلتها كتير جدا. سبحان الله مع الحجامة بنجد نتيجة رائعة بمعنى الكلمة، رائعة بمعنى الكلمة. وهنعمل حلقة عن الأمراض النفسية والطب البديل، بنجد نتيجة طيبة جدا جدا، وزي ما حضراتكم سمعتم منها فعلا الحمد لله جابت نتيجة طيبة. والنتيجة الطيبة دي خلتها تجيب أختها اللي كان فعلا برضو بتعاني من سنين، والحمد لله رب العالمين، ربنا رب يجعلنا دائما سببا في شفاء حضراتكم وإزاحة الهم والغم والمرض عن حضراتكم، اللهم أمين. نكمل مع بعض نقطة مهمة قوي في هذا الموضوع ما ينفعش ان احنا ننساها او نسيبها، وهي اسباب خشونة الركبة. ايه اللي بيحدث للمفصل ده؟ طب انا جدي كان عنده 100 سنة وما شاء الله عليه ما كانش عنده خشونة ركبتين، وبينما خالي كان عنده حاجة 40 سنة وكان عنده خشونة ركبتين. انا جدتي ما شاء الله عندها 70 سنة وما فيش خشونة وبتمشي وتروح وتيجي زي الفل، ربنا دايما نعم على الجميع يا رب. بينما عمتي عندها 30 سنة وبتعاني من خشونة ركبتين. ايه الاختلاف اللي بيحدث ده؟ هذا الاختلاف بيحدث نتيجة الأسباب المختلفة لخشونة الركبة. لازم حضرتك علشان تتفادى الأسباب تعرفها، فاحنا مع بعض بالراحة كده واحدة واحدة هنحاول نعرف أسباب خشونة الركبتين، ودي نقطة مهمة قوي قوي في هذا العنوان الطبي المهم، خشونة الركبة. خلينا يعني نمشي خطوة خطوة كده. لما أقولك العمر سبب من أسباب خشونة الركبة، أن التقدم في العمر ونتيجة طبعا التحمل الزائد على المفصل، ونتيجة استخدام المفصل بصورة خاطئة، ونتيجة عادات كثيرة خاطئة، مع تقدم العمر يبتدي ان فعلا المفصل يبتدي يشتكي شوية. ولكن مع تقدم العمر احنا بنقول ان بعد الخمسينات يبتدي السيدات تشتكي اكتر من خشونة الركبتين. هل معنى كده ان اي حد بعد الخمسين يبتدي يشتكي؟ لا طبعا، لا طبعا. انا لسه بقول لك في مثل يقول لك جدي عنده 100 سنه وزي الفل الحمد لله رب العالمين، ولكن احنا بنحط ايدنا على الاسباب. انت مش هتقدر تعمل حاجه في ديت في تقدم العمر، العمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن هقدر ان انا احافظ على المفصل على قدر الامكان، ما حملوش زياده عن طاقته. ده اللي هنعرفه مع بعض في باقي الاسباب. الوراثه، في بعض الابحاث اقرت ان الوراثه ليها جزء في خشونه الركبتين، وقالوا ان الوراثه ممكن تكون جايه من نتيجه الانفايرمنتال هابيتيشن او الظروف البيئيه الواحده اللي احنا بنعيشها. انا عشت زي ابويا ما عاش، حضرتك بتعيش زي ما باباك بيعيش، زي ما نفس البيئه المحيطه، نفس العادات ان كانت خاطئه هي نفس التحمل، نفس التغذيه ان كانت خاطئه هي. فده داخل جزء من الوراثه، وعلشان كده بيقول يعني خلي بالك ان كان الوالد او الوالده ليهم تاريخ في خشونة الركبتين، فأنت لازم تحافظ كويس جدا على هذا المفصل وتحتاط إن ما يحدث خشونة ركبتين لحضرتك. يعني دايما نخلي عندنا في الباك مايند بتاعنا أو العقل الخلفي بتاعنا أن الوراثة قد تكون جزء، وبالتالي نبتدي إن احنا نحترس في النقطة ديت. يا ترى بيختلف في الجنس ما بين الرجل والمرأة خشونة الركبتين؟ للأسف السيدات لهم نصيب زيادة عننا شوية في هذا المرض، واسال الله العظيم العفو والعافيه لهم جميعا. ولكن نتيجه يعني في المراه وفي السيدات بعد سن الخمسين بيبتدي يزيد فعلا عن الرجال بصوره جامده جدا، نتيجه طبعا الحمل والرضاعه المتكرره وهشاشه العظام اللي احنا ما بناخدش بالنا منها، والحمل الزائد جدا على السيدات، ربنا يبارك فيهم جميعا، ربات البيوت والامهات يعني الموال اللي وراهم من البيت والاولاد و و و و الى اخره، لازم يكون لهم نصيب للاسف اكبر مننا. يعني احنا متدلعين شويه، هتقول لي لا متدلعين ازاي، ده احنا واقفين طول النهار على رجلينا ورايحين جايين وطالعين ونازلين. ولكن في المقياس خلينا نديهم حقهم، يعني كفايه ان هم بيصابوا اكتر مننا، لا هم يعني احمالهم اكتر واعبائهم اكتر يعني. فمن ناحية الجنس المرأة بيكون لها نصيب أكبر من الرجل في حدوث هذا المرض، وهو خشونة الركبتين. إصابات الركبة بقى دي نقطة مهمة أوي أوي أوي. عذرا، إصابات الركبة من الحاجات
اللي لازم هتسبب لي خشونة ركبتين. طب إصابات الركبة دي كتيرة جدا، كتيرة جدا، يعني منها الكسور لو حدث لا قدر الله كسر في العظمة القريبة من المفصل، لازم هيحدث بعد كده خشونة في الركبتين، لأن هتبتدي سبحان الله البنية الأساسية لهذا المفصل هتتأثر، وبالتالي الكسور بتبقى من الحاجات اللي مشهور من بعدها الإصابة بخشونة الركبة. أيضا قطع الأربطة أو الغضاريف الهلالية، ودي نقطة مهمة جدا، دي للناس بقى اللي هي بتلعب كورة، بتجري كتير، بتقف كتير، ليهم يعني مجهود ضخم شوية على الركبتين، بيصابوا للأسف بقطع في الأربطة أو الغضروف الهلالي، وبالتالي بيكون أيضا ليهم نصيب في حدوث خشونة الركبتين. يبقى إصابات الركبة مهمة قوي إن أنا أضعها في مرتبة متقدمة من أسباب خشونة الركبة. أيضا تقوس الساقين، كتير جدا من الناس بيبقى عندهم تقوس ساقين في الطفولة، ودايما بنقول للأمهات لما أشوف ابني رجليه مقوسة لازم طبيب عظام يشوفه عشان يحدد الدرجة ديت، هل يا ترى مع الكالسيوم ومع النمو بتاع الولد هيبتدي تعتدل التقوس ده ولا هيبقى فيه مشكلة؟ لازم ان انا اتابع وما سيبوش، ما تسيبهوش وتقول ان هيحدث مع الطول هيطول وهيتظبط، لا لازم اشوف السبب عشان لو محتاج تدخل طبي يبقى نتدخل مبكرا، ما سيبوش بقى لما يكبر ويبقى فيه تقوس ساقين ويبقى عنده حاجه و30 سنه واصيب بخشونه الركبه نتيجه تقوس الساقين اللي موجود. طبعا تقوس الساقين من اشهر اسبابه نقص الكالسيوم اللي احنا للاسف كتير جدا جدا مننا بيغفل عنه وما بياخدش باله من التغذيه بتاعته، وبيحدث فعلا تقوس للساقين في الاطفال، وخاصه بالنسبه للامهات ما بياخدوش بالهم في التغذيه السليمه اثناء الحمل، ودي نقطه مهمه جدا جدا. يعني امانه من حضرتك في المولود اللي جاي القادم حقه عندك انك تتغذي كويس وتتناولي كالسيوم كويس، وما تنسيش التغذيه السليمه وما تنسيش تناول الكالسيوم السليم، ونعرف المستوى الكالسيوم بتاعي اخباره ايه علشان البيبي اللي جاي ما يبقاش فيه مستقبلا تقوس ساقين ويبقى فيه مستقبلا خشونه في الركبتين. الوزن الزائد، الوزن الزائد والسمنة من أشهر أسباب خشونة الركبتين، من أشهر أسباب خشونة الركبتين. أنت بتقول كده علشان أنت بقى متخصص في التخسيس ودايما بتحارب السمنة، يعني هي دي جزء ولكن ليس أساسي، لأن فعلا الدراسات اللي اتعملت معظمها أثبت أن الوزن الزائد بيكون سبب في خشونة الركبتين وبيكون سبب في تقدم درجة الخشونة، ودي أهم من ان هي تسبب خشونه. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي خشونه نتيجه الاسباب اللي انا قلتها من قبل اي كان السبب، وابتديت ان انا ازيد في الوزن، زياده الوزن ما سببتش خشونه الركبه ولكن هتتسبب في تقدم درجه خشونه الركبتين، واحنا اتفقنا مع بعض وهنذكرها ان شاء الله ان الخشونه درجات وليست درجه واحده. هذه الدراسات لما اتعملت اثبتت حاجه غريبه جدا، والمداخله الاولى بتاعت ام احمد قالت ان احنا انا قلت لها لازم ننزل الوزن، ونزلنا الوزن اساسي، شرط اساسي في علاج خشونه الركبتين تظبيط الوزن وتنزيل الوزن الزائد. طب الدراسات دي بقى قالت ايه؟ يعني ليه انا مركز عليها قوي؟ الدراسات دي حضراتكم يعني بيصرف عليها ملايين وبتاخد من الوقت ومن السنوات الكثير والكثير، وبالتالي يعني لازم ان انا احترمها ولازم ان انا اسمعها ولازم ان انا اطبقها واستفيد منها. النقاط دي مهمة جدا. الزيادة في الوزن أولا أي كيلو زائد أو أي كيلو من جسمك بيديني على الركبتين 4 كيلو. دي الهندسة الفراغية، يعني حسبة كده معينة بالهندسة الفراغية بتقول الكلام ده، يعني أنا وزني 70 كيلو يبقى 200 اضربها في 4 280 كيلو الركبتين شايلاهم. لما تبتدي حضرتك تزيد 10 كيلو أنت زودت على الركبتين 40 كيلو. دي نقطة. النقطة الثانية، هذه الدراسات اثبتت ان اي زياده في البادي ماس اندكس اللي هو مؤشر كتله الجسم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات كتيره قوي، اللي هو بيحدد لي اذا كنت انا رشيق ولا نحيف ولا مائل للسمنه ولا عندي سمنه ولا عندي سمنه مفرطه، اي زياده واحد درجه واحده في مؤشر كتله الجسم يديني احتماليه تقدم خشونه الركبتين 11%. 11% يعني انا لو زدت مؤشر واحد، يعني مثلا المؤشر كتله الجسم عندي 32، يعني انا عندي سمنه، لو بقيت 33 اديت 11% فرصة زيادة لتقدم خشونة الركبتين، وبالتالي
تنزيل الوزن مهم جدا 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 في علاج خشونة الركبتين. تظبيط الوزن وإزالة الوزن الزائد مهم جدا حتى لا أتعرض فيما بعد للمفصل الصناعي لما أوصل للدرجة الأخيرة من خشونة الركبتين. وفي العالم الطبي المحترم لما أجي أعمل تغيير مفصل لازم أخصص المريض الأول، لازم يعني شوف حتى لدرجة ايه، لو هشيل المفصل الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه بينا وهركب مفصل صناعي لازم ان انا انزل الوزن عشان ما اعملش حتى تحميل على الوزن الصناعي اللي انا هركبه. الحديد اللي انا هركبه مش هيستحمل الوزن الزائد. معنى كده ان الوزن الزائد ده بمعنى الكلمة مصيبة طبية، ما ينفعش ان انا اغمض عيني عليه، ما ينفعش اقول ان هو مش سبب، ما ينفعش اقول ان انا مش هعالجه، لا لازم ان انا اضع يدي عليه ولازم ان انا احل المشكله دي من جذورها، وده على يد طبيب متخصص ومش اي اعلان هيخسسك ومش اي منتج هيخسسك ومش اي اتنين بيتحدثوا مع بعض عن التخسيس في التلفزيون هيخسسوك، لازم على يد طبيب متخصص، لازم على الطريق الطبي. ايضا من اسباب الركبه الإجهاد المتكرر. يعني إيه الإجهاد المتكرر للركبة؟ أنا آسف في الكلمة، يعني حضرتك ما احترمتش هذا المفصل وابتديت تتحمل عليه قوي وتشيل أحمال ثقيلة وتجري وتطلع سلم طب أنا أعمل إيه يا دكتور؟ ما دي حياتي وده شغلي. أيا كان لازم إن أنا أعي تماما أن هذا المفصل له احتمالية وأن هذا المفصل له طرق أخرى للمحافظة عليه، وده اللي إحنا برضه هنذكره إن شاء الله في 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 سياق الحلقات. لازم ان انا احافظ عليه حتى وان كان في اجهاد متكرر للركبه، ولكن ان استطعت باي طريقه من الطرق ان تتلافى الاجهاد المتكرر لهذا المفصل يا ريت، يبقى انت بتساعد جدا 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 في ان انت توقف تقدم خشونه الركبتين ان كانت حادثه. هتساعد كتير جدا جدا في عدم حدوث خشونه الركبتين لهذا المفصل، يبقى الاجهاد المتكرر لازم ان انا فعلا أوقف هذا الإجهاد المتكرر، والعوامل المحيطة به من زيادة الوزن، من التغذية السيئة صلحها، من الإجهاد المتكرر المتلاحق. يعني ممكن جدا أن أنا مثلا النهاردة أنا هشيل كذا وأعمل كذا وأطلع كذا، طب ما تحاول تقسم المجهود بتاعك الضخم على المفصل ده عشان أدي للمفصل فرصة أنه يرتاح على الأقل، يعني ندي للمفصل فرصة انه يرتاح، وهتكون انت بكده فعلا فعلا بتحمي المفصل بتاعك من هذا السبب اللي يعتبر من اسباب الخشونة المعروفة جدا وهو الاجهاد المتكرر. قبل ما استطرد معاكم واضايقكم كتير جدا بكلام الطب ده، خلينا نشوف مداخلة طبية كده ثالثة في سياق هذه الحلقة ونشوف كانت بتشتكي من ايه ونشوف احنا تعاملنا معاها ازاي عن طريق الطب البديل، وأيضا تفضلا من حضراتكم كما أطلبها دائما من حضراتكم نشاهد هذه المداخلة بعقولنا وليس بالعينين والأذنين، ونعود مع بعض نحللها من الناحية الطبية. الحاجة حياة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أمي، تفضلي. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجة سامة، حضرتك تفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا امي، اتفضلي. ازي صحتك؟ ربنا يحفظك بخير وفضل من الله عز وجل. ربنا يديك الصحه ما تحرمش منك. الله يبارك في عمرك يا امي، اتفضلي. ربنا يوقف لك الطيب في طريقك. اللهم امين. يوقف ولاد الحرام ويوقف لك ولاد الحلال في طريقك. اللهم امين يا رب. اتفضلي يا حاجه حياه، سامع حضرتك، اتفضلي. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا امي، سامعك. ايوه ان شاء الله. انا عملت حجامه 3 مرات. وكنت عندك امبارح ان شاء الله باذن الله. الحاجه حياه اهلا وسهلا. اهلا أيوة. وسهلا. طب يا حاجه حياه عايزين عملت حجامه بس كان بعد ايه بقى؟ بعد بقالي 27 سنه بلف على الدكاتره. مين بايه بقى يا امي 27 سنه بلف على الدكاتره بايه؟ عظم جتتي كله بيوجعني بس هو اهملش عارف ظهري وعظم جتتي وركبي وقف ما اقدرش امشي. أنا عندي 62 سنة مسكت عصاية ومشيت عليه ومش قادرة أصلي وأنا قاعدة على الأرض. تمام. مش قادرة. وبعدين ابني وجوز بنتي شافوا حضرتك على التلفزيون فقالوا لي هنوديك للدكتور أسامة. تمام. قلت لهم أنا هروح للدكتور أسامة، هو أنا هعرف أتكلم معاه؟ ده ضيف في مصر مش هعرف أتكلم معاه. قالوا طب بس تعالوا، وقعدوا يضحكوا، قالوا طب بس تعالوا هنوديك للدكتور أسامة. فما جابونا عند حضرتك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لقيتك أحسن من التلفزيون كمان. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يبارك في عمرك. ما شاء الله الابتسامة بتاعك الحلوة
وشكلك الحلو. ربنا يعزك يا امي. عليك ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا حاجه حياتي. وينفع بك المسلمين كلهم يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. لقيتك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا ما شاء الله عليك. ساعه ما شفتك كده وخشيت عليك متهيألي ان انا خفيت الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا امي. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وبعدين ان شاء الله باذن الله وريت لك الاشاعات، فانت شفت الاشاعات وقلت له طيب اطلعي. طلعت وكشفت عليا، كتبت لي العلاج، قلت لها اعمل لك حجام. تمام. عملت اول شهر حسيت ان انا ارتحت شوي. ثاني شهر ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ثالث شهر اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اوقت واتام وصلي واقعد واخش المطبخ ما كنتش بقدر اعمل اي حاجه تاكل. الحمد لله الحمد لله. العيال بيجيبوا لي الاكل الحاد. اخش اطبخ دلوقتي في المطبخ اعمل كل حاجه دلوقتي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يديك الصحه يا رب. كل حاجه دلوقتي. تمام تمام. وبدعي لك ربنا ينجيك واصلك الطيب واصلك ولاد الحلال. اللهم امين. ربنا بيحبه وبيحبب فيك خلق. ونعم بالله ونعم بالله. يحبب فيك الارض اللي انت بتمشي عليها يا رب العالمين. الله يبارك في عمرك يا امي. الله يبارك في عمرك. انا متشكر لحضرتك جدا جدا. احنا بندعي لك ومفيش حاجه يعني اكتر متبعه ان انا اقولها لك كمان والله. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك في عمرك يا امي. حاجه خالص دلوقتي ما شاء الله 27 سنه وانا لفيت دكاتره الدنيا كلها. والحمد لله والشكر لله. الحمد لله يا حاجه حياه. ربنا عز وجل سخرنا ليكي يا امي. الحمد لله ربنا سخرنا ليكي وجعلنا سبب يا رب. ربنا يديك الصحه ربنا ينجيك. ربنا يحفظك. ربنا يوفقك الطيب في طريقه. انا متشكر لحضرتك جدا جدا واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتك واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيك خيرا عنا وعن الدعاء الجميل ده. متشكر لحضرتك جدا يا امي جزاك الله خيرا. اهلا ومرحبا بحضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد وخشونه الركبه الجزء الثاني. والمداخله الطيبه الكريمه جدا 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 من الحاجه الطيبه التلقائيه اللي بتتكلم يعني فعلا ببدائيه تامه جدا وبتقول كل اللي في قلبها الحاجه حياه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمرها ويبارك في صحتها. يعني سيده جميله جدا 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 ودعائها ده صراحه يعني بيضع طوق حول رقبتي ان الواحد لازم يكون قد المسؤوليه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني كذلك ويكون عند حسن ظن حضراتكم. واتمنى لو في حد عنده غضاضه مني في اي موقف من المواقف ان يسامحني وان يغفر زلتي بعد اذنكم، لان دايما انتم على راسي من فوق والله. يعني سيده فاضله زي الحاجه حياه وبهذا الدعاء اعتقد ان يكفيني شرفا وفخرا في مجالي الطبي ان انا انال او انول هذا الدعاء من هذه السيده الفاضله الطيبه قوي قوي بمعنى الكلمه اللي هي امي وام حضراتكم وجدتي وجده حضراتكم، الناس الطيبين قوي قوي اللي للاسف اصبحوا عمله نادره بمعنى الكلمه. الحاجه حياه ربنا رب يديها الصحه وطولة العمر 27 سنه بلف على الدكاتره. يعني تخيل حضرتك 27 سنة بآلام العظام ومش قادرة تقف ومش قادرة تمشي ومش قادرة تعمل حاجتها ومش قادرة تصلي، بتصلي وهي قاعدة وابتدت تمسك عصاية وتمشي بيها. فيعني أولادها ربنا يبارك فيهم ويجعلهم بارين بيها قالوا لها احنا هنوديك عند الراجل ده. فبتقول يعني كلمة زي ما بقول لحضرتك بدائية وتلقائية جدا، هو أنا هعرف أتكلم معاه؟ لا، تعرفي يا أمي وعلى راسي من فوق وحقك تتكلمي زي ما أنت عايزة وبسيب حضراتكم تتحدثوا كيفما شئتم وعمري الحمد لله رب العالمين ما بقول كفاية أو خلينا في كده، لا خالص. حقك ده حقك مش تفضل مني، حق حضرتك كمريض عند أي طبيب أن أنت تتحدث بما تريد وتشكي كل شكواك وتقول كل اللي أنت عايزه وكل ما في بالك وكل ما في جعبتك. وما ينفعش أقولك يلا عشان عندي ناس بره كتير، ما ينفعش، ده حقك، فلازم أن أنا أعطيك حقك. فالحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب وقدرنا مع الحاجة حياة. وهي بصراحة يعني قالت ان احنا يعني شرحت بالتفصيل اللي احنا عملناه كله والأشعة شفناه والكشف والكلام ده كله. بس الجميل قوي قوي في المداخلة بتاعتها واللي عايز حضراتكم تركزوا فيه، معلش يعني هزود بس الحتة دي من الوقت بعد اذن المخرج الجميل محمد، انا عارف الوقت خلص. شرحها لمراحل الحجامة اللي احنا عملناها، الشرح الجميل قوي بتاع الحاجة حياة لمراحل الحجامة في خشونة الركبتين. بتقول لي أول شهر ارتحت شوية، تاني شهر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله،
تالت شهر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بقيت أقدر إن أنا أصلي وأروح وواجي وأقف في المطبخ وأطلع وأنزل وأمشي وأمارس حياتي. شرحها جميل قوي قوي لمراحل الحجامة بجد، يعني من ناحية الإنسانية يعني بيثلك صدري ويسعدني جدا هذا الوصف وهذا الشرح. أول جلسة ارتحت شوية، تاني جلسة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني في تحسن حلو وملحوظ قوي سيما ما شاء الله عليها بتذكر الله كثيرا جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وكلنا من الذاكرين كثيرا. تالت شهر اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، خلاص ارتاحت الحمد لله رب العالمين، وجبنا نهاية معاناة 27 سنة وقدرت إن هي تدخل المطبخ بتاعها بعد ما كانوا بيجيبوا لها الأكل وبيعملوا لها وبيخلوا لها. ربنا سبحانه وتعالى، ودي نقطة مهمة قوي قوي قوي، سخر هذا العبد وهذا الطب لهذه السيدة الفاضلة، فدي نقطة مهمة جدا إن دايما بقولها، الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى، وما نحن إلا سبب، ولكن لابد أن تكون سبب طبي يؤخذ به. ما تقولش أنا رحت عملت حجامة في المسجد وبوقت أخدت سبب، لا ما أخدتش بالسبب، اعقلها وتوكل، ما أخدتش بالسبب. ما تقولش أنا رحت عملت حجامة عند الأخ اللي واخد فيها دورات تدريبية، ما هو صيدلي، لا ما أخدتش بالسبب. خد بالسبب الصحيح عشان تلاقي النتيجة المرجوة واللي أنت بتتمناها واللي بنطلبها من الله سبحانه وتعالى. وزي ما شفنا مع الحجة حياة يعني بوصفها الجميل الرائع والتطور الجميل مع الحجامة، أول شهر وتاني شهر وتالت شهر، ده جميل قوي رائع بصراحة يعني. وقدرنا الحمد لله بعد معاناة 27 سنة تنتهي هذه المعاناة وتصلي ويوقف بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مفتاحا لكل خير لحضرتكم ومغلقا لكل شر عنكم. قدرت تدخل المطبخ بتاعها، قدرت أن هي تمارس حياتها الطبيعية تماما تماما، وهو ده اللي احنا عايزينه، هو ده باب الرحمة الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى، هو ده باب الرحمة الذي يفتح عن طريق آليات الطب البديل المحترم. احنا كنا بنتكلم على أسباب خشونة الركبة، هيتبقى سببين سريعا جدا اللي هي الأمراض الروماتيزمية زي الروماتويد والنقرس، بيكون أسباب لحدوث خشونة الركبة. آخر سبب هو أورام المفاصل، أسأل الله العظيم العفو والعافية للجميع، دي أسباب خشونة الركبة ببساطة جدا، دي أسباب خشونة الركبة ببساطة جدا. أعتقد أن احنا هنحتاج حلقة ثالثة إن كان في العمر بقية، ولكن غالبا هتكون بعد العيد وعليكم خير إن شاء الله، كل عام وحضرتكم بخير. هنكمل مع بعض خشونة الركبة في الحلقة الأخيرة والجزء الثالث منها بعد العيد إن كان في العمر بقية إن شاء الكريم. أذكر حضراتكم تاني مسابقة رمضان، برنامج رمضان، نشوف المسابقة موجودة على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي، نحاول نحن نعرف اسم البرنامج نشترك فيها وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير، أسأل سبحانه وتعالى أن يهل علينا هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات، ويتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. كل عام وحضراتكم بألف ألف خير، سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، أسألكم الدعاء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.